السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم تفضل. لماذا؟ لأنه لا يمكن يتأتى للساحر إلا عن طريق الكفر بالله سبحانه وتعالى، كفر أكبر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وأكبر بوابة لدعوة الناس للشرك بالله، نسأل الله السلامة والعافية. قال: سواء فعله أو رضي به. نعم، من سحر أو سحر له. وهذا فيه أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله يرى أن السحر نوع واحد فقط، وأن الساحر يكفر وأنه يقتل ولا يستتاب. نعم.